السلام عليكم في فيديو جديد مع فيديوهات كازاكو.com. في هذه الفيديو نطرقوا درس ديال الجداء السلمي اللي كنذكركم هو درس كتشوفوه في الجدء المشترك بالاحرى الجدء المشترك العلمي. في الفيديو الاولى ديال هذا الدرس هذا نطرقوا بالاخص التعريف وخاصيات ونقدموا لكم هذا المفهوم اللي هو جديد عليكم. اذا بلا ما نعطيكم اكثر، الفهرس ديال الدرس يكون على الشكل التالي. اول شيء نبداو به هو نشوفوا الجداء السلمي لمتجهتين مستقيميتين، بعد ذلك نشوفوا تعريف الجداء السلمي باستعمال المسقط العمودي، واخيرا نشوفوا الصيغه المثلثيه للجداء السلمي. اذا بالنسبه للفقره الاولى ديال الدرس، هي فقره لنتعرفوا فيها المفهوم ديال الجداء السلمي. دونك الجداء السلمي باللغة الفرنسية لو برودوي سكالير. هذا الجداء السلمي هذا هو مفهوم اللي كيوظف لنا المتجهات. تنقولوا جداء السلمي ديال المتجهة U مع المتجهة V، وكنرمزوا ليه بهذه النقطة هذه. حداو راسكم هذه النقطة U بوينت V، معنى تاعها ماشي هي U في V. هذا الرمز هذا ما عندوش معنى في الرياضيات. اذا بلا ما نطول عليكم، ندوزوا الان الجداء السلمي لمتجهتين مستقيميتين. لتكون U و V متجهتين مستقيميتين، الجداء السلمي متجهتين U و V يكتب U نقطة V كيفما شرنا ليه. وعندنا حالتين. الحالة الاولى هي فاش يكون عندي المتجهة U والمتجهة V، تكونوا مستقيميتين وعندهم نفس المنحى، المتجهتين نفس المنحى. الحالة الثانية هي فاش كتكون المتجهة U والمتجهة V عندهم منحيان متعاكسان. إذا بالنسبة للحالة الأولى، فاش يكون عندي U و V مستقيميتين وعندهم نفس المنحى، جداء متجهي ديال U V اش كيساوي؟ المنظم ديال U في المنظم ديال V. على سبيل المثال قلت لكم عندي معلم متعامد ممنظم او اي جي، شنو هو الجداء السلمي ديال اف جي؟ هو المنظم ديال اي في المنظم ديال جي، يعني واحد في واحد اي واحد. الحالة الثانية هي فاش يكون عندي المتجهتين منحيان متعاكسان، وفي هذه الحالة هذه او في اش كتساوي؟ كتساوي ناقص الجداء ديال المنظم ديال او في المنظم ديال في. اذا حداو راسكم فاش يكون عندكم متجهتين مستقيميتين U و V، الا كان عندهم نفس المنحى فالجداء السلمي تيكون موجب، الا كان عندهم منحيان متعاكسان كيكون عندنا دائما واحد الرمز ناقص قبل من المنظمين. مفاهمين؟ ندوزو الان للتطبيق. اذا نشدو لكم واحد مستطيل ABCD المركز ديالو O، حيث AB كتساوي 3 و AD كتساوي 2. اذا هنا مطلوب مني نحسب الجدائين السلميين التاليين ADDC و ADCB. بالنسبه للجداء السلمي الاول AB سلمي DC، كنلاحظوا هنا في الشكل ان عندي متجهه AB كنشير ليها بهذا الرمز هذا، متجهه DC كيدايرين هما متجهتين عندهم نفس المنحى وفي نفس الوقت هما مستقيميتين. بما ان AB و DC متجهتين مستقيميتين لهما نفس المنحى، كنذكركم علاش، حيت ABCD عندي مستطيل. اذا الى طبقت الخاصيه اللي شفتها في التعريف ديالي ABCD مستطيل، اذا عندي AB كتساوي DC، ومنه كنستنتجوا ان AB DC كتساوي، بما ان عندهم نفس المنحى كتساوي AB في DC ياكم. وعندي في المعطيات AB كتساوي 3 وكذلك DC كتساوي 3 حيت عندي مستطيل. اذا AB في DC هي 3 في 3 يعني 9. بالنسبه ل AD في CB، كنلاحظوا ان عندي هنا AD منحى تاع يعاكس المنحى ديال CB ولكن هما مستقيميتين. اذا اش كنقول؟ AD و CB متجهتان مستقيميتان ولهما منحيان متعاكسان. اذا كيف ما شفت في الفقره السابقه، AD CB كتساوي ناقص AD في
سي بي او بي سي كيف كيف كتساوي اذا ناقص 2 بي سي هي كتساوي تي ا دي اذا ناقص 2 مربع يعني ناقص 4 فاهمين. نمر الان للفقره الثانيه ديال الدرس اذا تعريف جداء سلمي باستعمال المسقط العمودي. اذا ناخذ واحد المتجهتين ا بي و ا سي غير منعدمتين في المستوى كيف ما كيظهر لنا الشكل جانبه وكناخذ واحد النقطه سي بريم اللي هي المسقط العمودي للنقطه سي على المستقيم ا بي كيف ما كيتضح ليا هنايا الشاشه. اذا هنا عندي واحد الخاصيه مهمه بزاف تقول لي ان الجداء السلمي ديال ا بي مع ا سي يعني ا بي سلمي ا سي اش كيساوي ا بي سلمي ا سي تقول لي ان كيساوي ا بي سلمي ا سي بريم. يعني ماذا؟ يعني فاش كيكون عندي النقطة سي كنعرف المسقط العمودي ديالها على المستقيم ا بي نقدر نعوض النقطة سي بنقطة سي بريم و تيكون عندي دائما جوج الحالات. الحالة الأولى هي فاش كيكون عندي ا بي و ا سي بريم عندهم المتجهتين عفوا ا بي و ا سي بريم لهما نفس المنحة في هاد الحالة هادي ا بي ا سي بريم كتساوي ا بي و ا سي بريم طبيعة الحال المغزى ديالنا هو نحسبو سلمي ديال ا بي مع ا سي فاهمين. والحالة الثانية ا بي سلمي ا سي هي ا بي سلمي ا سي بريم وكيف ما كنلاحظوا فالمتجهتين ا بي و ا سي بريم عندهم منحيان متعاكسان اذا تيكون عندي ناقص ا بي في ا سي بريم. كنطلب منكم تعقلوا على هاد النتائج هادي تحتاجوها. إذا بغيت نعمم الخاصية اللي شفتها في الفقرة السابقة فجداء سلمي للمتجهتين ا بي و سي دي هو العدد الحقيقي ا بي سلمي سي دي كيساوي ا بي سلمي سي بريم دي بريم حيث سي بريم و دي بريم هما المسقطان العموديان لنقطتين سي و دي المستقيم ا بي على التوالي كيف ما كيظهر ليا على الشاشة. كنطلب منكم تركوا على قف تعقلوا مزيان على الخاصية هذه حيت الان سوف نمر للتطبيق الثاني. اذا في التطبيق الثاني ديالنا عندنا واحد شبه منحرف قائم الزاويه ا بي سي دي كيف ما كتلاحظوا الطول ديال القطعه ا بي كيساوي 4 الطول ديال القطعه سي دي كيساوي 3 والنقطه اي هي نقطه كتنتمي للقطعه بي سي. اذا هنا كيطلب مني نحسب ا بي سلمي ا دي هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني كيطلب مني نحسب فيه ا بي سلمي اي دي. اذا الا كنت باغي نحسب ا بي سلمي ا دي اول حاجه كنحاول نشوف فين جاوا في الشكل ديالي. دونك اش كنلاحظ بالنسبه للقطعه ا دي اش كنلاحظ؟ كنلاحظ ان النقطه دي المسقط العمودي ديالها على القطعه ا بي هي نقطه دي بريم. يعني ماذا؟ يعني ان ا بي سلمي ا دي كيف ما شفناه في المثال السابق او في الفقره السابقه كتساوي ا بي سلمي ا وهنا في بلاصه دي كندير دي بريم. علاش؟ حيت دي بريم هو المسقط العمودي ديال دي على ا بي فاهمين. اذا هنايا من السهل الحساب عندي ا بي و ا دي بريم هذه المره المتجهتين هذو كي دايرين هما مستقيميتين وعندهم نفس المنحة. يعني ماذا؟ عندي ا بي في ا دي بريم. اش كتساوي ا بي؟ كتساوي 4 و ا دي بريم اش كتساوي؟ كتساوي دونك لاحظوا معايا ا دي بريم اش كتساوي؟ ا دي بريم هي المسافة هذه اللي درتها بالحمر ياك. وهاد المسافة بالحمر اشنا هي؟ هي المسافة الكبيرة ديال ا بي ناقص بي دي بريم. ياكم عندكم ا بي ناقص بي دي بريم ا بي اش كتساوي؟ ا بي كتساوي طبيعة الحال 4 و بي دي بريم كتساوي سي دي. ياكم ولا لا؟ بي دي بريم كتساوي سي دي حيت دي هو المسقط العمودي ديال حيت دي بريم هو المسقط العمودي ديال دي القطعة ا بي. يعني ماذا؟ بي دي بريم هتساوي ليا 3 يعني النتيجة تقلب عليها هي سلمي ديال ا بي مع ا دي كيساوي 4
لان مر سؤال ثاني، شنو هو الجزء السلمي ديال ا بي مع اي دي؟ اذا ا بي سلمي اي دي، اش كنلاحظوا هنا مره اخرى؟ كنلاحظوا ان المسقط العمودي ديال اي على القطعه ا بي هو بي، وكنلاحظوا ان المسقط العمودي ديال دي على القطعه ا بي دائما هو دي بريم. اذا نطبق العلاقه الثانيه اللي شفتها في الفقره السابقه، هو ديال التعميم ا بي سكالير اي دي هو ا بي سكالير بي دي بريم. داكوغ، دونك ا بي و بي دي بريم كي دايرين هما متجهتين لي متعاكستين، ولكن هما مستقيمتين، يعني ناقص ا بي في بي دي بريم، و بي دي بريم شفنا قبيله هي 3، يعني ناقص 4 في 3 اللي هي ناقص 12. اذا الان نمر للفقره الاخيره ديال الدرس اللي هي الصيغه المثلثيه لجداء السلمي. كنطلب منكم تعقلوا على القاعده التاليه. اذا كانوا عندي ثلاث نقاط ا بي و سي، حيت ا يخالف بي و ا يخالف سي، فالجداء السلمي لمتجهتين ا بي و ا سي هو العدد ا بي في ا سي في كوسينوس بي ا سي. يعني ماذا؟ عندي متجهه ا بي وعندي متجهه ا سي، كيحصروا واحد الزاويه الفا، ياكم؟ فجداء السلمي ديال ا بي مع ا سي هو المسافه ا بي في المسافه ا سي في الكوسينوس ديال الفا. هذه النتيجه مهمه بزاف، كنطلب منكم تعقلوا عليها. وبصفه عامه اذا كانوا عندي جوج متجهات U و V ما منعدمينش، كنطلب منكم كذلك تعقلوا على الخاصيه التاليه. U سكالير V هي المنظم ديال U في المنظم ديال V في الكوسينوس اللي كيحصروه المتجهتين U و V. باش نختموا هذا الدرس هذا، نطلب منكم واحد تطبيق صغير او بسيط. تيكون عندي متجهتين U و V بحيث المنظم ديال U هو واحد والمنظم ديال V هو 2، والزاويه اللي كيحصروها المتجهتين U و V هي 45 درجه. كيطلب مني نحسب جداء السلمي ديال U مع V كيف ما شفنا في الفقره السابقه. فالجداء السلمي ديال U مع V هنايا كتلاحظوا ان عندي واحد المعطى اللي هي الزاويه اللي كيحصروها U مع V. فاش يكون عندي هذا المعطى هذا، كنفكر مباشره في الصيغه المثلثيه لجداء السلمي، وكنطبق العلاقه اللي شفتها قبيله، المنظم ديال U في المنظم ديال V في الكوسينوس ديال الزاويه دونك اللي كيحصروها المتجهتين U و V. المنظم ديال U هو 1، المنظم ديال V هو 2، وكوسينوس ديال U مع V هو كوسينوس 45 درجه. كنذكركم ان كوسينوس ديال 45 درجه كيف ما شفتوه في الحساب المثلثي كيساوي جذر 2 على 2. وهنا اذا كنحصل ان النتيجه النهائيه تاعي 2 في جذر 2 على 2، يعني جذر 2. هذا فيما يخص الفقره الاولى ديال الدرس ديال الجداء السلمي. كنتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو، في امل اللقاء معكم في فرصه اخرى مع فيديوهات كازاكو.com. شكراً.